مساء الخير لك المشاهدين لم الشمل وين ما كنتوا عم تحضرونا ساعتين من الوقت نستعرض فيها أهم المواضيع التي تهم السوريين أينما كانوا. معي أنا وعابد وبيسعدني أن يكون معك لأول يوم. مساء الخير روان ويسعد مساء جميع مشاهدينا في كل مكان ساعتين من الوقت مع أهم مواضيع اليوم مباشرة إلى عناوين حلقتنا لليوم. دهس شرف المهنة وجند نفسه لخدمة الأسد ثم فر هاربا إلى أوروبا. ألمانيا توجه لائحة اتهام للطبيب علاء موسى بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ضفة الانطلاق لم تعد محصورة بالشواطئ التركية. منظمة الهجرة الدولية تحصي غرق نحو 1000 مهاجر في المتوسط وتطالب بزيادة دوريات الإنقاذ. تلوث فأمراض فتحذيرات، مياه الصرف الصحي تفيض على مخيمات السوريين في عرسال اللبنانية، ما دور الأمم المتحدة في تفاقم المشكلة؟ وفي قضيتنا الثانية على رأس الساعة الثانية درعا تحت النار، الوضع الإنساني يتأزم وحالة نزوح إثر هجمات النظام ودعوات شعبية لوقف سياسة الأرض المحروقة. إلى ملفنا الأول، حيث اتهم ممثلو ادعاء فيدراليون ألمان طبيبا سوريا في ألمانيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية متهمين إياه بتعذيب معتقلين وقتل أحدهم في مستشفيات عسكرية في سوريا. وقال مكتب المدعي العام الاتحادي في مدينة كارلسرو الألمانية إن علاء موسى الذي قدم إلى ألمانيا في العام 2015 ومارس الطب قبل اعتقاله متهم ب18 تهمة تعذيب أشخاص في مستشفيات عسكرية في كل من حمص ودمشق، وتشمل الاتهامات أنه حاول جعل الناس عقيمين. للأسف نتابع التقرير ونعود. بعد ارتكاب النظام وأدواته من الجلادين أبشع صور التعذيب بحق المعتقلين، لا يبدو أن الإفلات من العقاب سيبقى القاعدة، بل من الممكن أن تكون هناك بعض الاستثناءات، وهذا ما بدأ بالفعل في بعض المحاكم الألمانية. لائحة اتهام مطولة صدرت عن ممثلي ادعاء فيدراليين بحق الطبيب السوري علاء موسى المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما نشر مكتب المدعي العام الاتحادي في مدينة كارلسرو الألمانية بياناً أوضح فيه طبيعة التهم الموجهة بحق الطبيب، والتي استند القضاء فيها إلى الولاية القضائية العالمية التي تسمح للدول بمحاكمة مرتكبي الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم ومكان ارتكاب الجريمة. أساليب تعذيب وحشية ومروعة كانت ضمن التهم 18 الموجهة بحق الطبيب، من ضمنها تعذيب أشخاص في مستشفيات عسكرية بالضرب والركل وإلحاق الأذى الجسدي والضرب بالهروات البلاستيكية، إضافة إلى تهمة القتل العمد باستخدام الحقن بالمواد السامة، فضلاً عن اتهامه بسكب الكحول على الأعضاء التناسلية لمعتقل مراهق ورجل آخر وإشعال النار فيهما بولاعة سجائر ومحاولة التسبب بالعقم للمعتقلين، كما اتهم موسى بركل جرح ملتهب لمعتقل آخر وصب المطهر وإشعال النار فيه. لائحة الاتهام هذه تصدر بعد شكاوى عدة قدمت من أفراد ومنظمات غير حكومية ضد مسؤولين سوريين قاموا بانتهاكات كبرى وأعمال تعذيب في سجون الأسد،
ابتداء من نيسان الفائت، لا سيما في ألمانيا التي نشطت العدالة فيها في مواجهة الانتهاكات، وبدأت التحركات الجدية فيها للدفع باتجاه محاسبة مجرمين اعتقدوا أن الهروب من سوريا يعني إفلاتا من العقاب، كعلاء موسى الذي يذوق اليوم تجربة العقاب بعدما أذاقها للمئات. لمتابعة هذا الموضوع سينضم إلينا الآن مباشرة من ألمانيا بشر أحمد مراسل تلفزيون سوريا، وأيضا قتيبة ياسين صحفي وأيضا هو من أحد المشاركين بالفيلم الذي عرض على قناة الجزيرة بالتعاون مع دير شبيكل. البداية من عندك بشر، يعني ما هي آخر التطورات في هذه القضية؟ كما سمعنا في التقرير 18 تهمة وجهت للطبيب علاء موسى، إلى أين وصلت القضية الآن؟ نعم، المدعي العام الفيدرالي الألماني وجه لائحة الاتهام رسميا للمحكمة العليا في فرانكفورت، والآن علاء موسى بات أقرب إلى المحاكمة. هو طبعا محتجز منذ يونيو العام الفائت على رهن التحقيق، لكنه الآن بات أقرب إلى المحاكمة. طبعا كما جاء في التقرير التهم الموجهة إليه للمرة الأولى تكون التهم لسوري منذ تدفق اللاجئين إلى ألمانيا وأوروبا بهذا المستوى، جرائم ضد الإنسانية. هناك تهم بالقتل، بالتعذيب. طبعا التهم التي وجهها المدعي العام هي لجرائم ارتكبت في العامين 2011 و2012 في مشفى وفي معتقل أيضا قرب مدينة حمص، ومن المتوقع بحسب خبراء قانونيين ألا تتساهل المحكمة هنا في ألمانيا مع المتهم، وقد تصل مدة الحكم فور انتهاء المحاكمة إلى 15 عاما من السجن للمتهم. طيب بشر، من يتابع قضيته الآن وأين يتم توقيفه؟ وهل يحق اليوم للمتهم أن يعين محامي للدفاع عنه، أو المحكمة ما يمكن أن تعين له محامي؟ لنتحدث كمثل تلك القضايا، يعني وليس في قضية الطبيب فقط. نعم، بالتأكيد يحق له أن يعين محامي، ويحق له الاستئناف حتى بعد صدور حكم المحكمة. هذا ربما يمد في عمر القضية ويجعلها تستغرق وقتا أطول. حاليا طبعا هو ما زال رهن التحقيق، ستجري محاكمته في فرانكفورت، وبانتظار تطورات أكثر سنتابعها أولا بأول. صحيح. نعم، سأتوجه إليك قتيبة ياسين الصحفي والباحث، وهو أيضا أحد المشاركين في الفيلم البحث عن جلادي الأسد الذي عرض على الجزيرة كما قلنا بالتعاون مع دير شبيغل الألمانية. قتيبة، كيف تم التعرف على هذا الطبيب وكيف بدأت الدعوة ضده؟ تحياتي عابد، الخير لك لجميع المشاهدين. حقيقة يعني أنا كنت واحد ممن شاركوا بهذا الفيلم، الفريق كان ضخم، لكن لازم أقول لك أنه عدد اللي ظهروا بالفيلم هن أكثر من واحد، ظهر عدد شخصيات بالفيلم. نعم. والشخصيات اللي تابعناها أكثر بكثير، لكن بالنسبة لهذا الطبيب بالذات، لعب القدر لعبته بهذا الموضوع. بعد عرض الفيلم تعرف أحد الضحايا عليه، فكانت الإثباتات أكثر من مطلوبة، أكثر من كافية لإدانته. وجه مع نحو حقوقيين، هذا الأمر ساعد بدينه. نعم، قتيبة، يعني أنت كنت أنشأت صفحة مجرمين لا لاجئين على الفيسبوك، وأحصيت عدد كبير من السوريين الذين ذهبوا إلى أوروبا وكان لهم نشاطات عسكرية في سوريا في وقت سابق مع ميليشيات النظام ومع جيش النظام. تقريبا كم عدد الأشخاص الذين تم إحصائهم من خلال هذه الصفحة ومن خلال يعني فريق العمل ومن خلال الفيلم؟ حقيقة المبادرة هي كانت قديمة من 2014، والعدد كان بالعشرات، يعني أنا ما بحسن بقول لك تقريبا، لكن هو فوق 200 بالتأكيد، عدد الشبيحة المسلحين. إحنا ما كنا أبدا نتعرض للمؤيدين، ما بنعتبرهم شبيحة. نعم. إحنا بنحكي عن الشبيحة المسلحين اللي ذهبوا إلى ألمانيا وقالوا إنه يا أخي نحن مدنيين، نحن لجأنا من الحرب. لكن أثبتت الصور والشهود، خلينا نسميهم شهود، هذول اللي كانوا يراسلوني وإن من داخل أو حتى من ألمانيا من دول أوروبية يقولوا لك يا أخي أنا هذا بعرفه، هذا كان على الحاجز الفلاني، هذا قتل، هذا عمل،
فكنا نحن نوثقهم، ولكن في الدول الأوروبية أمر مختلف تماما عن دولنا. عن سوريا إنه هن بحاجة دلائل كثيرة، هن بحاجة شهود، وهن بحاجة حدا يرفع قضية ضده، تماما مثل ما صار مع هذا الطبيب. إنه كان هون في ثلاث أشخاص تعرفوا عليه، عفوا هن ثلاث أشخاص كانوا عنده بالسجن، من الضحايا طلعوا أحياء، اثنين هن ضحايا، هن ثلاثة أخين وابن عمهم كانوا عنده بالمعتقل وتعرفوا عليه، أحدهم قتل والاثنين صاروا بأوروبا، ما بحسن بقول لك بأي دولة. نعم. على طلب الضحايا وتعرفوا عليه وقالوا إنه هذا ساهم في تعذيب أخي، هذا قتل أخي، أنا كيف فيني وصل له، وعطاها معلومات إضافية عن اللي ذكرناها بالفيلم، مثل زميله شعيب النقري اللي ساعد، ولكن شعيب النقري لا يزال في سوريا، اللي ساعد في التعذيب. فهدول الاثنين كانوا شجعان والحمد لله. وهي مشكلة إنه إحنا متعرض ل، خلينا نسميهم مترددين، شهود مترددين بيقول لك إنه هذا أي نعم قتلني، هذا عذبني سجني، ولكن ما بيجرؤ لأنه عنده أهل بسوريا. طب صحيح، يعني في قضية هذا الطبيب كان هناك شهود وكان لهم الجرأة في الحديث عن من قام بتعذيبهم. هم الشهود، هم الضحايا. أكيد. هم الشهود، هم الضحايا أيضا. تماما. ولكن يعني اليوم دور الإعلام يعني فيما في كشف مثل تلك الشخصيات، يعني ليس هذا الطبيب فقط من هاجر ومارس القتل والتعذيب، أين هو دور الإعلام في كشف مثل هؤلاء؟ حقيقة الإعلام يعني دور كبير بهذا الموضوع، خلينا نسميه الدور تقريبا الأول وربما الوحيد اللي عم يساهم بكشف هؤلاء، وخلينا نسميه هو إعلام الجديد، إعلام وسائل التواصل الاجتماعي، سهولة التواصل بين الناس، لما عم يشوف أحدهم صاحب هذا الصورة وإن كان حالق دقنه وإن كان مغير حلاسه نقول بالعامية، عم يتعرف عليه وعم يروح بينكش لي صوره القديمة وبيبعث لي اياهم وبيقول لي ليكو هذا الشخص هو يعني نفسه. صحافة المصادر المفتوحة يعني كما مفتوحة. هو تماماً معروف. تماما هذا كثير ساعدنا نحن بالفريق بالجزيرة وبمعدرش بيج الألمانية بمصادر المفتوحة، كانت هي نمبر 1 يعني بكشف هذا الأمر. وبالأخير لما تكامل التحقيق كان من السهولة، يعني من أول عرض للفيلم ثاني يوم تعرفوا عليه الضحايا وتواصلوا، وكان هذا الأمر مثل الضربة القاضية لهذا، وتوفقنا بضحايا شجعان إنهم مستعدين يروحوا ويقابلوا وجها لوجه، وهذا اللي صار يعني والحمد لله. إنه وصل أحد المجرمين إلى العدالة، وصل إنه يوقف بين إيدين قضاء عادل غير منحاز ويقول له أنت عملت كذا وكذا وكذا. طبعا هو في البداية أنكر، ولكن الدلائل كانت قاطعة مع وجود الشهود. نعم. والضحايا ربما هي يعني من أولى الحالات في العالم العربي يعني التي تؤتي ثمارها من قضية بنيت على أساس المصادر المفتوحة أو صحافة البيانات كما هو معروف، والتي اعتمد عليها بشكل رئيسي فيلم البحث عن جلادي الأسد. سأنتقل إليك بشر، عذرا قتيبة سنعود إليك، سأنتقل إليك بشر، هل هناك أي رد فعل من قبل علاء موسى بعد توجيه الاتهام له؟ يعني قالت بعض وسائل الإعلام وتقارير صحفية بأنه قال للقاضي أو المحقق أو لقاضي التحقيق بأنه كان مسيحي خائف بوجه يواجه جهاديين ولذلك هو ارتكب هذه الجرائم. هذا ما قاله أو ما أوردته على لسانه بعض وسائل الإعلام على شكل تبرير لجرائمه، ظن منه أن القضاء الألماني قد يكون منحازا طائفيا أو أنه غير نزيه، لكنه طب هذا سبب تبرير جرائمه، لكن سبب لجوءه اليوم إلى ألمانيا ما هو؟ هو وصل إلى ألمانيا منذ العام 2015 وبدأ العمل كطبيب لاحقا، وهناك معلومات غير مؤكدة بأنه كان على علاقة مع النظام أو مع مخابرات النظام السوري حتى أثناء تواجده وعمله في ألمانيا، وأن المخابرات الألمانية كانت ترصده وتتابعه إلى أن وقعت الواقعة وفضح أمره إعلاميا ومن ثم بدأت عملية محاكمته. نعم قتيبة، يعني تحدثنا قبل قليل عن الصفحة التي أنشأتها، ذكرت أنت بالفيلم أثناء شهادتك بداخل الفيلم البحث عن جلادي الأسد بأن هناك عدد كبير من هؤلاء مسحوا بياناتهم بعد ظهور الفيلم أو بعد عرض الفيلم، كم تقدر الأعداد الموجودة الآن في أوروبا
تحمل نفس هذه الحالة. بدي نوه لشغلة أنه هو لم يصل كلاجئ، هو جاء للعمل والدراسة. بالنسبة لسؤالك، الإعلام كان سيف ذو حدين، يعني نشر كان سيف ذو حدين، كان أنت لما تنشر الآخرين يطعزوا ويروحوا يمسحوا بياناتهم، ولكن ما في طريقة. يعني هو لو من البداية اشتغلنا، خلينا نسميها بشكل احترافي أكبر، كان من السهولة الوصول لهم قبل ما يمسحوا ويخفوا أثرهم. النشر لهدول الناس صار يخبر ناس آخرين انه في شيء، هذا اللي انا تاركه وراي عليه محاسبه ومقاضاه، صار يفهم انه هون في دوله ممكن تحاسبه، انا ماني عند نظام الاسد ليحميني، فصاروا يمسحوا. هذا الامر صراحه تاثر كثير، صار مثلا يصلنا بعد فتره من النشر، بعد سنه يصلنا صور للمجرم، ولكن صوره بالزي العسكري وفي مناطق تشبيحه وهي ممسوحه، ويقول لك انه كان له كثير لكن ما تارك اثر. في منهم كانوا هن مخبين ليوم يصير شيء مثل هذا الامر، يعني في منهم لما بيتعرض الانسان لتعذيب عم يحتفظ بصور الجلاده، عم يتركهم معه مثل داتا صغيره لهذا الانسان، بحيث يوم من الايام وقت اللي بصير عداله انتقاليه او عداله في سوريا او خارج سوريا يكون مجهزهم. هذول الناس الحقيقه كثير واعيين، والحمد لله انه في نسبه منيحه منهم، لكن لما صار في ملاحقه لهم وصار في ضجه اعلاميه في بدايتها، كانت اوروبا متفاجئه انه في ناس شايلين سلاح جايين لعنا، نحن مفكرين مدنيين، فكان في اهتمام، اضافه لانه هن كانوا خايفين من ظهور تنظيم الدوله بهجره العكسيه، فكان الاهتمام مضاعف لهذا الامر انه يجينا ايضا ارهابيين مع هذول المسلحين، وللاسف كان اهتمامهم خلينا نسميهم الاسلاميين اكثر من اهتمام بشبيح. طب خليني انتقل قتيبه، نعم، من هاي النقطه بالذات، بشر هل جرى او سبق وجرت محاكمات مشابهه لشخصيات سوريه ارتكبت يعني جرائم ضد الانسانيه؟ نعم، عدة محاكمات تجري في عدة دول أوروبية، ليس فقط في ألمانيا، في هولندا جرت عدة محاكمات لسوريين كانوا منخرطين، إما متهمين بارتكاب جرائم حرب إلى جانب قوات النظام أو حلفائه، أو حتى في بعض الفصائل المتطرفة في سوريا جرت عدة محاكمات في هولندا، أيضا في ألمانيا، منذ أن أقر مبدأ الولاية القضائية الدولية وبات بإمكان المحاكم الألمانية أن تحاكم أجانب ارتكبوا جرائم خارج الأراضي الألمانية، هناك عدة محاكمات حتى لو لم يعلن عنها إعلامياً. نعم بشر، أريد يعني فقط سؤال أخير، يعني القانون الألماني، يعني ماذا يمكن أن يكون الحكم في حال ثبتت هذه التهمة على علاء موسى؟ من 5 سنوات إلى 15 عاماً من السجن، هذا ما يقوله خبراء قانونيون، ويتوقعون ألا تتساهل المحكمة في الحكم عليه، بل أن يأخذ أقصى مدة ممكنة. أشكركم جزيل الشكر، كنتوا معنا بشر أحمد مراسلنا من ألمانيا من إيسن، شكرا جزيلا لك على تلك المعلومات، والشكر موصول إليك كتيبة ياسين الصحفي كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، نتابع معكم فقرات برنامجنا ولكن بعد فاصل قصير.